نجمو تراوها. نمشيو نحكيو على حادثة نتاع عنف مرة أخرى تصير على تلميذ في السابعة أساسي التفاصيل. تحديدا في نعسان، تلميذ يتعن زميله قدام الكوليج، حسب شاهد عيان كان داخل البارح على إيافما كثر البرد، يقول أبغمو على 200 فرنك وإلا على قلم. خلينا نسمع المشهد اللي ليته. مدام كوثر الطفل صغير مدغور، طفل صغير مدغور، طفل يقرا كرتابه ولابس منديله زرقاء وكرتابته على ظهره. قداش عمره الوليد تقريبا؟ 12 سنه ماكس. مدام كوثر ما نجمش يفوت على خاطر الوليد 12 سنه عمره تقريبا، ما نجمش يفوت، ما نجمش يفوت 12 سنه. مدغور بسكينه معناها، والعركه كل مره شو يحكيوا معناها، يحكيوا على 200 فرنك ويحكيوا على قلم ويحكيوا على ستيل، هذه هي المشكله يعني. سبحان الله معناها زوز عائلات ضحايا معناها، كلمه المتضرر ولا الوليد الاخر زاد اليوم الصباح نشوف في امه وفي بوه. رشيقة ابو بكت بعمل فرع الجامعي للتعليم الثانوي ببن عروس كانت داخل البارح مع صديقتنا وزميلتنا هدى الورغمي وعطى اكثر تفاصيل. الواقع صارت بعد خروج التلامذة منتصف النهار، يعني تقريبا في حدود منتصف النهار وربع. التلامذة الزوز يقراوا سبعة اساسي، لكن هما تلامذة من منطقتين مختلفتين. الاعتداء صار بمعيد زوز تلامذة اخرين اللي هما شدوا الوليد هذا الصغير والاخر اللي ضرب سلاح الابيض بالسكين. اتصل المدير على الفور يعني بالحماية المدنية، وبالمصادفة كانت معناها فرقة من الحماية المدنية مارة بالمكان، اتصلت بزملائها اللي جاءوا تقريبا بعد خمس دقائق واخذوا التلميذ. بعدها مباشرة بعد نقل التلميذ حولوا الأولياء للمؤسسة التربوية، دخلوا ودخل المؤسسة التربوية في حالة من الفزع والفوضى، لأن الأولياء حبوا يخرجوا أولادهم يروحوا بهم خوفا من أنه اللي يصير اعتداء بين المنطقتين. طبعا مش حب نصير أنه الاعتداءات هذه على المؤسسة هذه بالذات في جهة نعسان صارت أكثر من مرة. الأحداث هذه تبدو أنها متكررة، ويحب نقوله اللي هي رأي الأحداث هذه ما هيش بمعزل عن موجة الأحداث اللي تسمعوا بها ويسمعوا بها الناس كله ويسمعوا بها الإعلاميين ويسمعوا بها المواطنين في كل المؤسسات التربوية تقريبا، لأن المؤسسة التربوية ما تنجمش تقوم دور اجتماعي ودور تربوي ودور تثقيفي ودور ترفيهي ودور إلى غير ذلك. يعني اللي نشوفوه اللي لاحظوه أن كل الأطراف لازمها تتدخل لإنقاذ المؤسسة التربوية. عدد كبير من الأولياء طالبوا الحد من الظاهرة هذه، ظاهرة العنف بين التلامذة أو بين التلميذ والأستاذ. والسؤال هوني كيفاش تلميذ يدخل بسلاح أبيض للكوليج؟ يا ودي السؤال هوني كيفاش تلميذ في العمر هذا عنده سكينة، وكيفاش تلميذ في العمر هذا يخطط هو وزوز وثلاثة باش يهدوا واحد يشد التلميذ والآخر يضربوا بسكينة. يا أخي العمر هذاك راه تعدينا به، من معناها ما تعدينا بيه بالحق. اقوى طموحك ما نعرفش، نخلت على الكوميك قبل ما يوفى، نخلت على الكوميك دوبا بدا وكابتن ماجد والاجواء هذيك، يروها التتالي نتاع الحوادث هذه. خلينا نطرحوا اكثر من سؤال، معناها الحقيقه ما عادش عندنا الاجوبه، ولكن ما نجموش ما نحكيوش في خبر بالخطوره هذه. سابعه اساسي معناها ناصر رفيق، احنا قبل كانت اكثر طموحاتنا زربوت وبيسا ونلعبوا في الحومه ونكوروا كره قماش وكلسيطه ردوها كره. اليوم ما له لزمه، ولا يشوفوه في التليفون، يشوفوه في التلفزه، يشوفوه في الفيسبوك، هذا من الكل يعطيه له ما باش يجيب له افكار. حتى كي قبل احنا في الاخر كنا اكثر حاجه نعملوها احنا صغار وقت نتعارك نجيبوا ولاد حومتي نتعاركوا مع بعضنا وبعد نفضوا. لكن اليوم فما ولات لي مويا باش تقول لي بارون قداش منهم لي بارون، لكن زاد ماهو صغير كي تبدا ما عندوش حاجه في باله ولا شافها باش يولي يستعملها وقت اللي يحس روحه وهو تظلم، يحب يقول لي يا اخو حق بيدي. انا كنهار زاد كيف كيف عندي شكون كلمني على ولد في الصخيره بنفس الوضع، بنفس يتعارك مع جماعه يمشي لدارهم يجيب سكينه باش يدغر باش. معناتها ولات في عقليه الصغار الكل اي انسان يحس روحه مظلوم يمشي يهز السلاح الابيض باش ينجم يعتدي. هذه حاجه غير عاديه، حاجه غير عاديه قاعده تصير في مدارسنا الكل وفي الجمهوريه التونسيه الكل. مؤخرا وقع القبض على شنو؟ قداش من 1000 قرص ولا درا شنو؟ هذوك مول ماشيين راه، ماشيين راهو الاولاد هذوك. والله يا راف كان تراني انا كيفاش نخرج من هنا نجري بالكهرباء وين ماشي؟ ما عندي وين ماشي باش نوصل ولادي للمكتب، وماذا بيك ساعتين ولا ثلاثة اللي يقراو نكون أنا الداخل نعس عليهم. راهو شيء مهول جدا. نبداو الأولياء لازم يكونوا صارمين في المكتب، لازمهم يكونوا صارمين. لكن اللي قالك عليه ناصر راك تمس واحد، خليني ننقل تمس واحد من عمران، من عمران فرانس فيل يجيك. عطيت مثال خاطر حومتي هذه، يجيك جماعته خاطر هما من الكومباتون وتولي حرب وتولي كذا. ايه شو الامن شو يعمل؟ يعني في كل مكتب نحطه على زوز تلامذه امن. يا خويا هذايا موجود
مادام موجود هالدروغ داخل لنا لتونس، مادام هذا مالناش منعين منه. اسمع، الامن يعمل والعائلات العائلات تعمل كل واحد عنده دور، والمربي عنده دور، والامن عنده دور، والعائلات عندها دور. ونعاودوا في نفس الكلام، اما سي الارمون اللي قاعد يصير راه المجتمع ينجم يتبدل ويمشي في ثنيه اخرى جمله نوليو بعد 20 سنه بلاد اخرى ما نعرفوهاش. معناها رفيق بربي قلت والله قانون مهم، علاش ما نعملوش قانون جديد واي مواطن يدور بال حاله؟ يا ودي عمره 12 سنه، يا ودي ما في بالوش بالقانون هذا، 12 سنة ما يعرفش فما قوانين في البلاد. اسمعني حتى باش يكتشف الفاجعة توا بعد أعمال الكارثة، 12 سنة ديكونيكتي من قانون وتشريع وقاضي ومحسمة ما يعرفوش. والله يا سكينة هكا ما نظهر ليه المجتمع تغير نرجو نحكي.